متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية للمملكة. نبدأها هذه المرة من صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة هنا في المملكة، والتي تشير تقريبا إلى أن أجزاء واسعة من المملكة تخلو من تواجد لأي سحب وغيوم، إلا أن بعض المناطق الجنوبية الغربية شهدت تطورات لعواصف رعدية خلال ساعات ما بعد ظهر هذا اليوم، جلبت معها هطولا للأمطار الرعدية التي كانت غزيرة في بعض المناطق وترافقت مع حبات البرد، شملت هذه المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة، لكن باقي مناطق المملكة كما نلاحظ تخلو تماما من أي تواجد لأي سحب وغيوم. فرص الأمطار ما زالت قائمة في المملكة لبعض الشيء لبعض المناطق الجنوبية الغربية خلال الأيام القادمة، هذا ما نراه عبر خرائط توقعات والمحاكاة الحاسوبية للأمطار. فكما نلاحظ إذن هذا اليوم بعض الزخات المحلية من الأمطار متواجدة كفرصة معنا في جبال جنوب غرب المملكة، تشمل مثلا المرتفعات الباحة وأبها جنوبا على سبيل المثال. غدا يوم الأحد كما نلاحظ تستمر فرص هطول الأمطار، بل وتمتد شمالا ربما تصل إلى مرتفعات الطائف، حتى ربما أيضا غدا هناك فرصة لأن تشهد بعض مرتفعات مكة المكرمة هطولا لبعض الزخات الرعدية من الأمطار، وتصل أيضا إلى المناطق الشمالية لمكة المكرمة، هناك فرص لهذه المناطق بأن تشهد زخات رعدية طبعا من الأمطار بشكل عام، التي تكون غزيرة في بعض المناطق المحدودة، تتسبب أحيانا في جريان الأودية، وأيضا قد تكون مرفقة أحيانا بتساقط لزخات البرد بشكل عام. يوم الاثنين هناك تراجع متوقع على فرص الأمطار، تبقى هناك فرص أمطار محدودة تقريبا على مرتفعات عسير وأبها في المنطقة الجنوبية، ولكن إجمالا تكون الفرصة أقل بكثير مما عليه الحال ليوم الأحد بشكل عام. أيضا شهدت المملكة خلال الأيام الماضية تحديدا في مناطق الدمام والمنطقة الوسطى بما فيها الرياض والمناطق الشمالية الشرقية تلك المتاخمة لدولة الكويت، نشاطا كبيرا للرياح التي تسمى برياح البوارح، وهي عبارة عن رياح قوية جلبت معها موجات غبارية كثيفة. خلال هذا الأسبوع نتوقع استمرار هذه الرياح، ولكن بشكل وبصورة أقل على أما كان عليه الحال خلال الأسبوع الماضي. فتبقى الرياح الشمالية تهب مثلا يوم السبت على بعض المناطق الوسطى والشرقية، تتسبب بحدوث موجات غبارية لكنها متفاوتة في الشدة ولا تستمر بشكل متواصل، حتى نلاحظ مثلا يوم الأحد الرياح تصبح ذات الاتجاه الشمالي الشرقي تهب على العاصمة الرياض وتصل إلى المنطقة الجنوبية الغربية، يوم الاثنين كذلك الأمر، وحتى يوم الثلاثاء بشكل عام مسار هذه الرياح انتقل من الرياح الشمالية الغربية تهب باتجاه الخليج، أصبح الآن الرياح تهب من الكويت باتجاه المناطق الوسطى. هذا الأمر يعني بأن هناك غبار عالق وبعض الموجات الغبارية تستمر بالحدوث في المنطقة الوسطى باتجاه العاصمة الرياض، وأيضا تندفع هذه الرياح باتجاه المنطقة الغربية. هذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع لافت في درجات الحرارة في المناطق الغربية من المملكة، تصل إلى مستويات متقدمة قد تقارب بها 50 درجة مئوية في هذه المناطق، ربما حتى مكة المكرمة ترتفع بها درجات الحرارة إلى ذات المستويات خلال هذا الأسبوع طبعا بشكل عام. هناك يعني تساؤل حول تكرار حدوث موجات الحر المبكرة لهذا العام وارتفاع درجات الحرارة الكبيرة. طبعا في هذا الرسم نستطيع معرفة سبب ذلك. السبب الأساسي هو وجود كتل هوائية معتدلة الحرارة ذات درجات حرارة أقل من المعدلات المعتادة نحو المنطقة الشرقية للبحر المتوسط بما فيها أيضا بلاد الشام. هذا الأمر يقابله سيطرة كبيرة يسمى بالمرتفع الجوي الشبه المداري على المملكة بهذا الشكل، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث ارتفاعات متتالية في درجات الحرارة بشكل حدث بوقت مبكر، أيضا إلى مستويات كبيرة. وسيطرة هذا المرتفع الجوي المداري على هذه المنطقة أو شبه المداري على هذه المنطقة يؤدي إلى وجود قيم قياسية لدرجات حرارة. فمثلا في سلطنة عمان سجلت الأسبوع الماضي أعلى درجة حرارة في تاريخ السلطنة، وصلت إلى تقريبا أكثر من 51 درجة مئوية، تعود درجات حرارة ذات المستويات الخمسينية أيضا مرة أخرى هذا الأسبوع في مناطق قريبة من دولة الكويت وأيضا الأجزاء الجنوبية الشرقية من العراق. وكما تحدثنا قبل قليل ارتفاع الرياح بهذا الشكل أيضا يرفع بدرجات الحرارة إلى مستويات عالية في بعض المناطق الغربية من المملكة بما في ذلك منطقة مكة المكرمة. الآن نعود إلى الأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة الرياض، درجة حرارة 27 درجة مئوية. طبعا نستطيع القول بأن العاصمة الرياض هذه الليلة درجات حرارة بها تتراجع عما كان عليه خلال الأيام الماضية، الأجواء تصبح صافية، نسبة الغبار في الأجواء أقل طبعا رغم وجود بعض الأتربة المثارة من وقت إلى آخر قد تحدث في المناطق المكشوفة. والأجواء خلال الثلاثة أيام القادمة هناك ارتفاعات متوقعة درجات الحرارة، إذا يوم الأحد 42، يوم الاثنين 43، ويوم الثلاثاء 44 درجة مئوية في
ساعات النهار، وأيضا تعود الأجواء المغبرة بعض الشيء نتيجة نشاط الرياح الشمالية الشرقية. تكون 30 درجة مئوية درجة الحرارة الصغرى يوم الأحد على الاثنين، لكن ترتفع إلى 32 درجة مئوية يوم الثلاثاء، وبالتالي حتى الأجواء في ساعات الليل تكون ذات درجات حرارة مرتفعة إجمالا. الآن دعونا نستعرض معكم وسوية درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين في مدن ومحافظات المملكة، ونبدأها شمالا من سكاكا 42 إلى 29، في عرعر 40 إلى 26، وفي تبوك من 38 إلى 24 درجة مئوية. في المناطق الغربية في مدينة منورة 43 درجة مئوية في ساعات النهار الصغرى 31، في جدة من 35 إلى 30، في مكة المكرمة من 42 إلى 31، مع فرص كما ذكرنا لبعض الزخات المحلية من الأمطار في مرتفعات مكة، في الطائف 34 إلى 24، أيضا مع فرص لبعض الزخات الرعدية من الأمطار في تلك المناطق. في جنوب غرب المملكة تكون في الباحة من 31 إلى 20، مع فرص لأن تشهد أيضا تلك المرتفعات زخات رعدية من الأمطار، كذلك أمر في مرتفعات أبها والعظمى 32 إلى 20 درجة مئوية. أما في جازان فتكون الأجواء بها حارة 39 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى لين حوالي 33 درجة مئوية. انتقالا إلى المنطقة الشرقية، تصل في الإحساء غدا الأجواء إلى أجواء طبعا تكون مغبرة بسبب نشاط سرعة الرياح، تصل إلى 44 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 29، في الدمام من 39 إلى 22، مع أجواء مغبرة لكن بشكل متفاوت، في حفر الباطن من 42 إلى 29. طبعا تراجع كبير على درجات الحرارة في مناطق شمال شرق المملكة بعدما سجلت إلى مستويات خمسينية في بدايات الأسبوع الماضي والأسبوع الذي سبقه، ولكن الآن درجات حرارة حوالي 42 إلى 29، لكن متوقع أن يطرأ عليه ارتفاع لافت على درجات حرارة خلال هذا الأسبوع. في الرياض 42 إلى 30 درجة مئوية، في القصيم في بريدة 42 إلى 26، أما في حائل فتصل إلى 40 درجة مئوية في ساعة النهار والصغرى 28 درجة مئوية. وبالمناسبة في حائل درجات حرارة تصل 40 هي أعلى من المعدلات المعتادة بشكل لافت، وبالتالي الأجواء هي أكثر حرارة مما هو معتاد عليه في تلك المناطق. قبل الختام أود تذكيركم بأن هناك المزيد من التفاصيل حول الأحوال الجوية في المملكة خلال هذا الأسبوع تجدونها في النشرة الجوية الأسبوعية. أتمنى لكم جميعا مساء سعيد وأوقات سعيدة أينما كنتم، دمتم دائما بخير ومحبة. إلى اللقاء.